وهنا الكلام يعني مضحك نوعا ما، انه للارهابيين احنا بنتكلم، انت عاوز، انت بتفكر عم بتخلص على المسيحيه، بدك المسيحيه تزيد، انت اقتل مسيحي ورح تشوف الانتشار. وهذا من اول الكنيسه لليوم بالعكس، انه كان يزيد الكنيسه اصرار. لكن وانت الكنيسه بتضعف، زي مثلا شايفين بالغرب لما بتبتدي المسايره والمساومه. اليوم انت عارفه، اليوم عم بيوروني فيديو واحد عم بيمثل شخصيه المسيح بيحكي كلام، وانا عارف انه لو انتقد مش النبي محمد او الرسول، او انتقد حتى واحد من مسلم، راح يذبحوه. انا عارف، بقول طب شو اللي خلى هذا يتكلم؟ المبادئ المسيحيه، حريه الراي، التعبير، الكلام، حريه الصحافه، ان كل واحد يتكلم حر ما يريد ان يتكلم. عارف انه راح يتكلم، ولا في واحد مسيحي في الغرب راح يمسك المسدس ويطخه، لكن ما بيقدرش يمس، بيقدرش يمس طرف حد تاني لو بس جاب الطرف. وهذا ان دل على شيء، الهنا عظيم، الهنا قوي، انا مش محتاج انه ادافع عنه، هو بدافع عن حاله، وانا ان مت يعني عند الرب، هاي ابسط شيء.